بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم على سيرة أحسن الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد متى وأين؟ هقول تاني، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد متى وأين؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة مكة. يبقى أنا كده عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بمدينة اسمها مدينة مكة. عام كام؟ عام 570 ميلاديا. يبقى السنة دي اللي اتولد فيها سنة كام؟ 570 ميلاديا. المعروفة ديت عند العرب بعام اسمه عام الفيل. يبقى السنة دي اسمها عام الفيل، وسنة كام؟ 570. اتولد في مكة. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى اختار حد يكون فعلا للنبي، هيختار اي حد؟ لا طبعا، هيختار واحد عنده حسن الخلق. يبقى عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها حسن الخلق والاخلاص في العمل. يبقى عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والاخلاص في العمل والصدق والامان. حتى لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب الصادق الامين. يبقى لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب ايه؟ بلقب الصادق الامين. طيب، تجنب الرسول صلى الله عليه وسلم العادات السيئة التي كانت سائدة بين قومه. يبقى يعني ايه تجنب؟ يعني ما عرفش يعمل، يعني ما كانش بيقوم بالكلام ده. كلمة تجنب يعني ما كانش بيقوم، حتى قبل ما يكون نبي تجنب العادات السيئة التي كانت سائدة بين قومه. زي ايه العادات السيئة دي؟ شرب الخمر ولعب الميسر. يبقى تجنب العادات السيئة زي شرب الخمر ولعب الميسر. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كره عبادة الأوثان والأصنام. يعني ايه الوسر من عين الصنم؟ هناخدها بعد شويه. يعني لم يسجد لصنم قط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما سجد لصنم قط، وكان يقعد شهر كامل للتامل والتعبد في الكون. يبقى كان بيجلس يقعد شهر من كل سنه، يعني السنه عندهم 12 شهر، كان بيقعد 11 شهر في شغله في التجاره وفي بيته، وشهر كامل في الغار. انهي غار بقى اللي كان بيقعد فيه؟ اسمه غار حراء. يبقى هذا الغار اسمه غار حراء. طيب، كان زمان من عادة العرب ان هم يضعوا الاصنام حوالين الكعبة. يبقى كان زمان من عادة العرب ان هم بيضعوا الاصنام كده زي ما انتم شايفين كده في الشكل ده حوالين الكعبة. طيب، وكانوا بيلفوا حواليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه العبادة ولم يسجد لصنم قط. طيب، هناخد ثلاث مفاهيم: قبيلة واوثان واصنام. يعني ايه كلمة قبيلة؟ ويعني ايه كلمة اوثان؟ ويعني ايه كلمة اصنام؟ القبيلة مجموعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبية. يبقى دي كلمة القبيلة. يبقى كلمة القبيلة يعني مجموعة من الناس. القبيلة مجموعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد تربطهم رابطة إيه؟ تربطهم رابطة الدم والعصبية. يبقى أنا كده عرفت إن كلمة القبيلة، قلنا مجموعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبية. أوسان جمع وسن، ويصنع على صورة طير أو حيوان أو حجر، ده اسمه الوسن. طب انا لو قلت لك الاثنين بيشتركوا في ايه؟ الوثن والصنم بيشتركوا في ايه؟ ها، ركز معايا كده. الوثن والصنم بيشتركوا في ايه؟ بيشتركوا ان الناس بيعبدوها، تمام؟ انما الصنم على شكل انسان. يبقى اصنام جمع صنم، وهو تمثال يصنع من معدن على صورة انسان. اما الوثن على هيئة طير او حجر. طب اللي انتوا شايفينه في الصورة ده بقى، ده كده صنم ولا وثن؟ ها، ده صنم. يبقى ده صنم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن الأربعين، يعني في سنة هو عنده 40 سنة، بعث هاديا ومبشرا ونذيرا. يعني ايه هاديا؟ يهدي الناس. ومبشرا يعني يبشر الناس بالجنة، ومن يؤمن بالله يخش الجنة. ونذيرا يعني ايه كلمة نذيرا؟ نذيرا يعني بينذر، اللي هو مش هيعبد الله تعالى عز وجل، هيكون اخرته النار. وكان يدعو الى عبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام. يسيب عبادة الاصنام وانهم يعبدوا ربنا لوحده. طيب، تعالوا كده، استمرت الدعوة السرية. يعني ايه كلمة دعوة سرية؟ دعوة سرية يا اولاد يعني كان النبي بيدعو اقاربه فقط ومعارفه والناس اللي هم يعرفهم، بس اللي هم يعرفهم قوي، ما كانش بيقول للناس كلها، في السر. سرا يعني كانت دعوة في السر. طب في خلال الدعوة السرية دي امن عدد قليل ولا كبير من أهل قريش؟ طبعا آمن عدد قليل من أهل قريش. طيب، سنة الثالثة من البعثة ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه؟ أمر الرسول إنه يجهر بالدعوة. يعني إيه يجهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. نزل قرآن كريم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، تمام، اجهر بالدعوة الإسلامية بين الناس وقول لهم ان انت هتخش ايه، هتخش ان هم يخشوا الجنة ان اطاعوا الله ورسوله، وان هم يخشوا النار الى اذا عصوا الله ورسوله. جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين الناس، جمعهم كده كلهم، تخيل مع الموقف، جمعهم كده كلهم على جبل، وهذا جنب جبل وهذا الجبل، قال لهم انا رسول الله. هل هم امنوا ولا ما امنوش؟ معظم قريش رفضت الدعوة الإسلامية. وعندما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. يبقى عندما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين أمرهم الرسول بالهجرة إلى الحبشة. لماذا؟ لأن ملكها عادل لا يظلم عنده أحد. يبقى يعني إيه كلمة عادل؟ عادل يعني بيكره الظلم، اللي بيروح عنده يستغيث بيه أو يستجير بيه لا يمكن أبدا إيه إن هو يغزله. يبقى لما اشتد إيذاء المشركين للمسلمين أمرهم الرسول بالهجرة إلى الحبشة لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. طب قريش هنا بقى، هل قريش هنا عرضت الدعوة للدين الإسلامي ولا قبلتها؟ لا طبعا، قريش هنا عرضت الدعوة للدين الإسلامي. لماذا؟ بما تفسر؟ خوفا على مكانتها الدينية والتجارية. يبقى خوفا على مكانتها التجارية والدينية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه بعد كده؟ خلي بالك معايا عشان ده موضوع مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هيلجأ إلى نشر دعوته بين طوائف الحجاج. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه طوائف الحجاج؟ الناس اللي كانت بتحج، اللي كانت بيحجوا، الناس اللي كانوا بيحجوا زمان، تمام، في مكة. هيلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إن هو ينشر دعوته بين طوائف الحجاج. لقيت دعوته قبولا من فئة قليلة من أهل يثرب. يعني ايه فئة قليلة؟ يعني ناس قليلين اللي هم امنوا بيه، تمام. بس هم لما عادوا لوطنهم اللي هي يثرب بدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يدعوا اصحابهم واصدقائهم ومعارفهم الدعوة للاسلام. بعد كده بقى الرسول ايه؟ تهيأ الرسول بالهجرة الى يثرب، وسمي اهل مكة الذين هاجروا باسم المهاجرين. طيب واسم اهل يثرب باسم الانصار. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الهجرة الى يثرب. يعني ايه عزمة؟ يعني توكل على الله وقال انا هروح ليثرب. لما زعماء قريش عرفوا كده اتأمروا على قتله. يعني ايه تأمروا؟ يعني ايه تأمروا؟ يعني كلهم قعدوا يدبروا ويتكتكوا، تمام، ان هم يقتلوا مين؟ يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. القتل او توصل لحد القتل. طيب مش ازاي الرسول مشي من مكة الى يثرب؟ يبقى مشي الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى يثرب اللي هي اسمها المدينة المنورة. طب مين اللي كان مع الرسول في الرحلة دي؟ كان معاه ابو بكر الصديق، كان معاه سيدنا ابو بكر الصديق. طب وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما وصل الى يثرب استقبله اهل يثرب المدينه المنوره بالترحاب، وثم هيلاقوا باسم الانصار. طيب هنا سؤال مهم قوي، ما النتائج المترتبه على دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب؟ على طول قيام الدوله الاسلاميه في المدينه، قيام الدوله الاسلاميه في المدينه. طيب تعالوا كده نشوف يعني ايه كلمه مهاجرين وانصار. الاثنين مسلمين اولا، الاثنين مسلمين، يبقى الاثنين بيشتركوا ان هم في صفة الاسلام سواء مهاجرين او انصار. المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة، يبقى المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة. اما الانصار هم سكان المدينة الذين نصروا الرسول. يبقى المهاجرين هم المسلمين الذين هاجروا من مكة للمدينة، اما الانصار هم سكان المدينة الذين نصروا الرسول. طيب يعني الرسول وصل في كام يوم؟ وصل في 8 ايام، يعني 8 ايام بيمشي من مكه ليثرب في الصحراء، قد مشي 8 ايام من مكه ليثرب. طيب الرسول لما دخل المدينه صلى الله عليه وسلم هيقوم بايه؟ هيقوم بحاجه اسمها الغزوات. يعني ايه غزوه؟ غزوه معركه حربيه المسلمون كانوا فيها بقياده الرسول. يبقى الغزوه معارك حربيه خاضها، قام بها المسلمين بقياده الرسول ضد مين؟ ضد المشركين. يبقى غزوات الرسول هي معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، دفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن الدين الجديد اللي هو دين الإسلام. طب ركز معايا كده بقى، هتبدأ أول غزوة وهنشوفها هتبقى إيه اللي هيحصل. قريش خافت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة، فمعارفه تكتر، تمام، وكانوا بيعملوا كل شوية غارات على المدينة المنورة. كل شوية المشركين يعملوا غارات على المدينة المنورة، ياخدوا ايه؟ ياخدوا اموال المسلمين، يعني هابوا اموال المسلمين.
ويهددهم بالقتل، يهددوا بقتل المسلمين. تمام؟ فاضطر الرسول ان هم يردوا هذا العدوان، يقفوا ضد هذا العدوان عشان يدافعوا عن انفسهم ويأمنوا الدعوة الإسلامية. لعشان كده قامت غزوات الرسول. يبقى بما تفسر قيام غزوات الرسول هقول له على طول ايه؟ طبعا بسبب رد العدوان الايه بتوع غزو، بتوع رد العدوان المشرك على المدينة، يبقى وكمان يدافعوا عن انفسهم ويأمنوا الدعوة الإسلامية. يبقى ثلاث حاجات اهو. ليه؟ ليه الرسول قام بالغزوات؟ اقول له على طول عشان رد العدوان ويدافعوا على انفسهم. طيب تعالوا بعد كده هناخد الغزوات الإسلامية. كان أول غزوة اسمها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. يبقى الغزوات الإسلامية أكمل، أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. غزوة بدر دي كانت سنة كام؟ كانت سنة 2 هجريا. يبقى غزوة بدر تاريخ السنة سنة 2 هجريا. النتائج المترتبة على غزوة بدر، انتصر فيها المسلمون على المشركين. طب بصوا كده عند الـ عند الـ عند ده الخريطة دي أو الشكل التوضيحي ده، ده جيش الكفار اهو، جيش كفار، كفار قريش. تمام؟ وده كده يودي الى مكه، ده الطريق كده الى مكه. طيب وده كده المسلمين، هنا هم المسلمين اهم، وده البئر، بئر بدر، بيديك ساحه القتال هيحاربوا بعضين، اختاروا ساحه القتال اللي تبقى هنا. وده كده يودوا للمدينه، عريش النبي يعني مكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. ما احنا كده عرفنا غزوه بدر تاريخها 2 هجريا، اطرافها المسلمين ضد المشركين. النتائج مترتبه عليها، انتصر فيها المسلمين على المشركين. طيب تعالوا بعد كده الغزوة الثانية اسمها غزوة بدر، تاريخها 3 هجريا. غزوة أحد، آسف، غزوة أحد، تاريخ غزوة أحد 3 هجريا. وقعت أحداثها فين؟ وقعت أحداثها عند جبل أحد. يبقى غزوة أحد وقعت أحداثها عند جبل أحد قرب المدينة المنورة. آدي جبل أحد أهو اللي هو اسمه جبل الرماة، يبقى ممكن جبل أحد أو جبل الرماة. بصوا اللي حصل بقى، هحكي لكم القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من الرماة، يعني ايه كلمه رميه؟ يعني يضربوا الاسهم. تمام؟ ان هم يكونوا عند الجبل هنا، ما يسيبوهوش ابدا ابدا ابدا. تمام؟ اهو هنا ما يسيبوش ايه، ما يسيبوش الجبل ده ابدا ابدا. تمام؟ وطبعا ده جيش المسلمين وده جيش المشركين. ان هم الرميه قال لهم اوعوا تسيبوه ابدا، اوعوا تسيبوا الجبل ده ابدا. لو المسلمين انهزموا اوعوا تسيبوا الجبل، لو المسلمين انتصروا برضو اوعوا تسيبوا الجبل. فحصل ايه؟ المسلمين في بدايه المعركه انتصروا. ركز كده في اللي هقوله ده، المسلمين في بداية المعركة انتصروا. طيب فاللي حصل ايه؟ ان الرماة دول طمعوا، نزلوا يلموا الغنائم بتاعت المشركين، نزلوا من الجبل يلموا ايه؟ الغنائم من المشركين. تمام؟ طيب ايه اللي حصل؟ ام جيش بقى المشركين وكان بقيادة خالد بن الوليد. تمام؟ وقاموا لفوا كده وطلعوا الجبل وقاموا ضربوا الايه؟ ضربوا المسلمين، وهزم المسلمين في غزوة احد. هزم المسلمين في غزوة احد. طيب هناخد بعد كده غزوة اسمها غزوة الخندق أو الأحزاب، دي كانت سنة 5 هجريا. يبقى غزوة الخندق أو الأحزاب دي كانت سنة 5 هجريا. طيب ليه سميت غزوة الخندق بهذا الاسم؟ لما تفسر نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون. يبقى سميت غزوة الخندق بهذا الاسم لماذا؟ نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة. طيب الخندق ده حفرة، خندق يعني حفرة عريضة، يعني ده كده العرض، وطويلة عشان تحميهم. طيب انتهت الغزوة بإيه؟ انتهت بهزيمة المشركين وعدم تحقيق أهدافهم. انتهت هذه الغزوة بهزيمة المشركين وعدم تحقيق أهدافهم. طيب تعالوا كده ناخد حاجة اسمها صلح الحديبية. صلح الحديبية ده كان سنة 6 هجريا. يبقى صلح الحديبية كان سنة 6 هجريا. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعمل إيه؟ يروح للعمرة. يعني إيه كلمة عمرة؟ يعني يزور بيت الله الحرام في غير موسم الحج. تاني يبقى سنة 6 هجريا أراد الرسول القيام بعمرة. يعني إيه كلمة عمرة؟ زيارة بيت الله الحرام في موسم غير موسم الحج. خرجوا معاه كم مقاتل؟ 1400 مقاتل من المسلمين. يبقى خرجوا معاه 1400 مقاتل من المسلمين. في الطريق عرف إن قريش تريد منع المسلمين من الدخول. يبقى المسلمين هنا أهو عايزين، مش عايزين يدخلوا الرسول لمكة. طيب عمل إيه؟ قال لك راح للحديبية تفاوض مع المشركين، مع قريش يعني. تمام؟ المفاوضات دي عملت ايه؟ المفاوضات دي عملت صلح اسمه صلح الحديبية. قال لك هنعمل هدنة مقدارها 10 سنوات. يعني ايه هدنة؟ هدنة يعني صلح. تاني هدنة يعني صلح، لا اي، مفيش اي طرف من الاطراف يعتدي على الاخر.
دي اسمها الهدنة. يبقى الهدنة يعني الصلح. طيب لمدة كام سنة؟ 10 سنوات. يرجع مرجعنا الغنائم دي يعني ايه؟ يعني كل ما يحصل عليه المنتصر من فلوس وعدة وعتاد أثناء الحرب. يبقى الغنائم كل ما يحصل عليه المنتصر من أموال وعتاد. طيب ما نتائج مترتبة على صلح الحديبية؟ تمام، أم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته داخل شبه الجزيرة العربية. يبقى ما نتائج مترتبة على صلح الحديبية؟ اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته داخل شبه الجزيرة العربية. أرسل رسله إلى إيه؟ الملوك والحكام. يبقى أرسل رسله إلى الملوك والحكام يدعوهم للدخول في الإسلام. تمام، يبقى ما نتائج مترتبة على صلح الحديبية؟ قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال رسالة رسله إلى الملوك والحكام ليدعوهم إلى الإسلام. زي إيه؟ راح رسول لليمن، واحد راح يدعو حاكم اليمن، واحد رسول يدعو حاكم الحبشة، واحد رسول راح يدعو حاكم مصر، واحد يدعو الغساسنة، واحد للروم، واحد لبلاد فارس واليمامة وسلطنة عمان وهكذا. طيب يبقى احنا كده قلنا الأسماء اللي راح دول كده هنا كتب لك في الكتاب، شوف أسماء الدول المجاورة للرسول اللي بعت لها. عرفنا جزء ده. طيب بص معايا، دي كده الكعبة المشرفة، ربنا يرزقنا زيارتها يعني إن شاء الله. فتح مكة ده كان سنة 8 هجرية. إيه فتح مكة؟ إحنا اتفقنا الحصة اللي فات الشرح الجزء اللي فات إن قريش عملت هدنة مع الرسول، مدتها كام سنة؟ مدتها 10 سنوات. قريش عملت إيه؟ نقضت بقى عهدها مع الرسول واعتدت على حلف النبي. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش عدده كم مقاتل؟ 10,000 مقاتل من المسلمين عشان يفتح مكة. فدخل مكة دون قتال. يبقى الرسول دخل مكة دون قتال حصرها 10,000 واحد. تمام، وحطم الأصنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، بدأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ده كده آخر جزء في الحصة، حجة الوداع. يعني حجة الوداع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات وقام بحجة واحدة. سنة 10 من الهجرة خرج الرسول الحج. يبقى في السنة 10 من الهجرة خرج الرسول للحج. يبقى سنة 10 هجريا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، وألقى على المسلمين خطبته المشهورة بخطبة الوداع. يبقى ألقى على المسلمون خطبة مشهورة بخطبة الوداع، ودي كانت على جبل اسمه جبل عرفات. جبل اسمه جبل ايه؟ عرفات. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، رجع تاني للمدينة بعد خطبة الوداع، وانتقل إلى جوار ربه، توفى وهو في سنة 11 هجرة 11 هجريا. تمام، يبقى هنا انتقل الرسول إلى جوار ربه توفى وهو عنده سنة 11 هجرية. طيب تعالوا كده نشوف أثر الإسلام في حياة العرب. يعني إيه كلمة أثر؟ غير إيه؟ الإسلام غير إيه في حياة العرب؟ غير إيه في حياة العرب؟ أول حاجة قضى على عبادة الأوثان والأصنام، وحل إيه مكان لها؟ حل محلها عبادة الله وحده. يبقى أثر الإسلام في حياة العرب قضى على عبادة الأوثان والأصنام، وأحل محلها إيه؟ عبادة الله عز وجل. يبقى هنا قضى على عبادة الأوثان والأصنام وأحل محلها عبادة الله وحده عز وجل. دي أول حاجة. وإحنا يعني إيه قضى؟ وحد كلمة العرب. كانت العرب كلها تحت قبائل متفرقة، دي قبيلة بكر، دي قبيلة خزاعة، دي قبيلة قريش، دي قبيلة بني عدنان، دي قبيلة كذا، كل قبيلة مختلفة عن التانية. جه الإسلام وحدهم كلهم تحت راية واحدة، تحت حكم واحد، فبقوا قوة. التفرق ضعف والاتحاد قوة. الإسلام قوى هذه القبائل وجمعهم مع بعض. طيب نادى الدين الإسلامي بالمساواة والعدل بين الناس في الحقوق والواجبات. يبقى نادى بالمساواة والعدل بين الناس في الحقوق والواجبات. طيب رقم 4، الإسلام حارب العادات السيئة عند العرب، مثل إيه؟ لعب الميسر وشرب الخمر ووأد البنات. يبقى الإسلام حارب العادات السيئة. الإسلام حارب العادات السيئة عند العرب، زي إيه؟ لعب الميسر. يبقى من العادات السيئة لعب الميسر وشرب الخمر ووأد البنات. يبقى دي العادات السيئة اللي حاربها الإسلام، العادات السيئة اللي حاربها الإسلام زي لعب الميسر خدناه قبل كده، أنا شرحته لكم في الفصل، شرب الخمر قلناها، وأد البنات قلناها قبل كده، اللي هو قتل البنات أحياء. وأد البنات يعني قتل البنات أحياء، وشرب الخمر طبعا أنتوا عارفينها. ارتفع الإسلام بمكانة المرأة وحفظ لها حقوقها وكرامتها. طيب يعني ايه كلمة حفظ لها حقوقها وكرامتها؟ خلاها ليها حق، طبعا حق كبير، زي حق ان هو يبقى مثلا ان هي تتعلم، البنات تتعلم وتخش المدرسة وكده يعني. طيب المرأة الإسلام بقى هل هو ارتفع بمكانة المرأة؟ طبعا حرم وقت البنات ونظم العلاقة
على أساس المودة والرحمة مشجعة على طلب العلم. يبقى العلاقة الزوجية يعني بين الأزواج تقوم على المودة والرحمة وشجع على طلب العلم. طب كده يبقى احنا ايه، احنا خلصنا الجزء ده كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.